مكتب المفوضية فرع جنوب في جرجيس قعدنا فيها 3 أشهر. من 3 أشهر يعني مفوضية جحالتنا حتى الاستجابة ما جاوبتنا، بدك فكرنا إنه نجي عاصمة تونس. حاليا الأعداد الموجودة في مقر الاعتصام هنا تقريبا يفوق 225 شخص وما فوقه، وما زال فما برشا إباد في الطرقات جايين، وما زال هنا حاليا نطالب بإجلاء لأن تونس أصبح بالنسبة لنا غير آمنة كاللاجئين. إذن إنه المنظمة تخلنا كل المسؤوليات ونحن ما أنا عائلات وما أنا أطفال صغار ومش يعني، إذن يبقى إنه طالما إنه ما في أمان خليه يعمل لنا إجلاء في أي دولة إن كان في على بقى الأرضي إفريقية أوروبية أمريكية آسيوية، على الأقل إنه فقط نحس بقيمة الإنسانية. ما في جهة رسمية اتصلت بينا غير الإعلاميين يتكلمون إنه بسألونا عن أسباب المشاكل اللي خلتنا إنه نتسم، لكن الموجودين حاليا ما في حد لا من السلطات التونسية ولا من قبل المنظمة. مشينا للمفوضية، احتصمنا قدام المفوضية لمدة 3 أشهر. أه؟ في جرجيس لمدة 3 أشهر على أساس إنه يديرونا حل، على أساس إنه يجونا ويحكوا معنا. هما كانوا لا غير حكي، حتى نقول له نبي مية نشرب يقول لا ما فيش، نبي تواليت. نحن كنساء حتى عندنا حاجاتنا الخاصة، يعني كان نحن مدمرين على الآخر، يعني ما عندنا حقوق، لا في حقوق طفل، لا في حقوق مرأة، لا في حقوق الإنسان، هذا كله صفر ما فيش. نحن كنساء، أنا واحدة من النساء يضربني الشرطي بالعصاية بتاعت الكهرباء في ظهري، كل هذا النساء هم 3 4 6 أنفار كلهم يضربوا فيهم، نساء تضرب فينا الشرطة تنزل فينا تقول لنا حولوا من هنا، مدة 3 شهور وليل الآن ما فيش تواليت. في المرأة عندها حاجات الخاصة، وين هذا حقوق؟ أي حقوق مرأة هذا؟ حقوق مرأة إنها تشد البوليس، حقوق مرأة إنها تشد الشرطة، حقوق مرأة الشرطة تضربها. نحن تقريبا 13 14 أو 15 مرأة ولـ 22 طفل أو 21 طفل، ونحن نبي فقط حاجة واحدة اللي هي الإجلاء الفوري من تونس. تونس مش نبيها. بالنسبة للمبيتات، المبيتات مفتوحة وينجم يرجعوا أي وقت، حتى توا موجودين نجم يرجعوا، المبيتات مفتوحة ويرجعوا المبيتات. بالنسبة للمساعدة قلنا فما البعض اللي وقت قطع المساعدة عليهم إعادة المراجعة متاع المساعدة وترجع لهم المساعدة. بالنسبة عملية الإجلاء اللي هي مش ممكنة، لكن احنا عنا عملية إعادة التوطين. إعادة التوطين تم بالحالة بالحالة، معناها حسب الكريتير، حسب ما تتوفر شروط في الأشخاص والهشاشة يقع تقديم ملفات لإعادة التوطين. وقدمنا عدة ملفات السنة الفارطة في 2021 عنا 76 شخص راحوا في برنامج إعادة التوطين إلى بلدان معناها ثانية في أوروبا. السنة قاعدين نشتغلوا عن عدة ملفات قدمناهم، لكن البلدان إعادة التوطين هي لها القرار الأخير بالقبول أو بالرفض، معناها هذا يتطلب وقت. مع فترة كورونا معناها عدة أشياء تأجلت، حتى إجراءات سفر تأجلت، معناها يلزم هما كأشخاص كلاجئين يكونوا متفاهمين. لكن يجيك يقول لك أنا عندي لاجئ في تونس سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات وما عادش نقدر تقعد، وين تحب تمشي؟